في عالم يعتمد على التقدم العلمي والتكنولوجي لتحقيق التطور، لا يمكن إغفال إسهامات العلماء الذين قاموا بتشكيل مسار الإنسانية وتركوا بصماتهم البارزة في تاريخ العلم والمعرفة. وفي هذا الفيديو نستعرض معكم مجموعة من العلماء الأكثر تأثيراً في التاريخ. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ماري كوري، عالمة فيزيائية وكيميائية من بولندا، وهي رائدة في مجال النشاط الإشعاعي، وهي الوحيدة التي حصلت على جائزة نوبل في نوعين مختلفين من العلوم، وكانت أول سيدة تقوم بالتدريس في جامعة باريس. وقد أسست ماري معاهد كوري في فرنسا وبولندا، ومن أهم إنجازاتها إنشاء نظرية النشاط الإشعاعي، وهو المصطلح الذي قامت بصياغته ووضع تقنيات لعزل النظائر المشعة واكتشافها لاثنين من العناصر الكيميائية الراديوم والبولينيوم. ألان تورينغ يعتبر الأب الروحي لعلم الحاسوب الحديث، قام بدراسة الرياضيات في جامعة كامبريدج، ثم قام بالتدريس فيها لاحقاً، ووضع مفهومه الذي ينص على أنه لا يمكن حل أو حساب جميع المشاكل الرياضية بالطريقة التلقائية، ويعتبر هذا المفهوم هو الأساس لمفهوم الحاسبات الحديثة، أو ما يعرف الآن باسم آلة تورينغ. خلال الحرب العالمية الثانية، كان له دور محوري في فك شفرات البحرية الألمانية، ليوفر بذلك معلومات حيوية ومخابراتية لبريطانيا والحلفاء. كارل سيجن، ربما ليس عالماً بالمعنى الحرفي للكلمة، لكنه استحق مكاناً في قائمة العلماء المؤثرين التي نقدمها. إن الرجل الذي عمل على مسبار فويجر المطلق في الفضاء محملاً برسالة البشرية للفضائيين، رسالة منقوشة بأكواد ثنائية على اسطوانة عملاقة من الذهب الخالص تحمل مكنون البشرية للأكوان البعيدة. ليس هذا فقط، بل كان أبدع المهتمين بمجال توصيل المعلومات العلمية بطريقة بسيطة، ولذلك قام بتقديم واحد من أشهر برامج العلوم في العالم، الكون. نيلز بور هو فيزيائي دنماركي قدم إسهامات بارزة لفهم وصياغة البنية الذرية وميكانيكا الكم، ولهذه الأسباب حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1922. كان رئيس لجنة الطاقة الذرية الدنماركية ورئيس معهد كوبنهاجن للعلوم الطبيعية النظرية، وقد حصل نيلز على الدكتوراه في الفيزياء عام 1911. ماكس بلانك، عالم فيزياء ألماني، يعتبر مؤسس نظرية الكم، وهو واحد من أهم علماء الفيزياء في القرن العشرين، قدم العديد من الإسهامات في الفيزياء النظرية، لكن يرجع ضياع صيته في المقام الأول إلى دوره البارز في إنشاء نظرية الكم، حيث تعد نظريته ثورة في فهمنا لما هو ذري وما هو دون ذري، وقد أدت اكتشافاته إلى تطوير التطبيقات الصناعية والعسكرية والتي تؤثر على جانب من جوانب حياتنا الحديثة. ستيفن هوكينغ، إنه الرجل الذي زلزل عروش الفيزياء وأتى بالكثير من النظريات والافتراضات ذات القيمة العلمية، والتي لاحقاً إما تم إثباتها فعلاً ونسب الفضل بالكامل له، أو كانت حجر زاوية في الكثير من النظريات التي تحولت إلى حقائق فعلية بعد اختبارها لسنين خلف سنين. تشارلز داروين، عالم تاريخ طبيعي وجيولوجي بريطاني، اشتهر بنظرية التطور ومبدأ الانتخاب الطبيعي حول نشأة الإنسان. اكتسب داروين شهرته كواضع لنظرية التطور، والتي تنص على أن كل المخلوقات الحية تنحدر من أسلاف مشتركة، وأن الإنسان والقرد يعودان إلى أصل واحد. وقد قام بتطوير نظريته الشهيرة في الانتخاب الطبيعي عام 1838، ولكن مع إدراكه لردة الفعل الذي يمكن أن تحدثه هذه النظرية لم يقم بنشرها. في عام 1858 وهو ألفريد واليس يعمل على نظرية مشابهة لنظريته، مما أجبر داروين على نشر نظريته. ليوناردو دافنشي هو موسوعي إيطالي، خبير في علم الرياضيات ومهندس ومخترع وخبير تشريح
ورسام ونحات ومعماري وعالم نبات وموسيقي وكاتب. كانت أعماله ومكتشفاته وفنونه نتيجة لشغفه الدائم للاكتشاف والبحث العلمي. وضع ليوناردو تصوره للطائرة الهليكوبتر والدبابة والآلة الحاسبة وغيرها. له إسهامات أيضاً في علم التشريح والهندسة المدنية والبصريات والهيدروناميكا، ومن أشهر لوحاته الفنية لوحة العشاء الأخير والموناليزا. غاليليو غاليلي فيزيائي وعالم فلك إيطالي، من أهم إنجازاته تطوير التلسكوب وإدخال تحسينات عليه مما سهل عمليات الرصد الفلكية. وقد لقب غاليليو بوالد علم الفلك الحديث والفيزياء والعلم. كان ممن اتبع الطرق التجريبية في البحوث العلمية وبحث في الحركة النسبية وقوانين سقوط الأجسام وحركة الجسم على المستوى المائل والحركة عند رمي شيء ما في زاوية من الأفق واستخدام الباندول في قياس الزمن، وأدخل تحسينات على تصميم البوصلة واخترع الترمومتر. نيكولا تسلا مخترع ومهندس صربي، غالباً ما يوصف بأنه أهم عالم ومخترع في العصر الحديث لما له من إسهامات ثورية في مجال الطاقة الكهرومغناطيسية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وقد وضعت براءات اختراعات تيسلا وأعماله النظرية الأسس للطاقة الكهربائية ذات التيار المتناوب، بالإضافة إلى اختراعه المحرك الكهربائي الذي يعمل على نفس نوعية التيار. وقد ساعدت هذه الاختراعات البشر على النهوض بالثورة الصناعية الثانية. له أعمال في مجالات الاتصالات اللاسلكية واختراع الراديو، وقد ساهم في تطوير الإنسان الآلي والرادار والتحكم عن بعد وعلوم الكمبيوتر والتمدد الباليستي والفيزياء النووية والفيزياء النظرية. ألبرت أينشتاين فيزيائي ألماني، أشهر ما قدمه هو نظريته النسبية، وقد حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1921 تقديراً لإسهاماته في الفيزياء النظرية واكتشافه قانون التأثير الكهروضوئي. ويعد أينشتاين أحد أهم علماء الفيزياء على الإطلاق، اشتهر بأنه أبو النسبية كونه واضع النظرية النسبية الخاصة والنظرية النسبية العامة اللتين كانت اللبنة الأولى للفيزياء النظرية الحديثة. إسحاق نيوتن يمكنك القول عن نيوتن أنه فيزيائي وعالم رياضيات وعالم فلك وفيلسوف وكيميائي ولاهوتي وواحد من أكثر الرجال تأثيراً في تاريخ البشرية. قدم كتابه الأصول الرياضية للفلسفة الطبيعية ليصبح الكتاب الأكثر تأثيراً في تاريخ العلم. قدم نيوتن قانون الجاذبية الأرضية الشهير، وقدم مساهمات هامة في مجال البصريات، وشارك في وضع أسس التفاضل والتكامل، وقام بصياغة قوانين الحركة وقانون الجذب العام، وقام بصناعة أول مقراب عاكس عملي، ووضع نظرية عن الألوان، كما صاغ قانونا عمليا للتبريد ودرس سرعة الصوت. في نهاية هذا الفيديو ندرك أن العلماء ليسوا مجرد أفراد يمتلكون معرفة متقدمة، بل هم بناة المستقبل ورواد يفتحون أفقا جديدا للإنسانية. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة.